وحنا السؤال ديال السي صدقي، وحنا كما قلتي كنحضروا المؤتمر ديالنا الحادي عشر بطبيعه الحال، كنستحضروا السياق اللي كيتنظم في هذا المؤتمر. وهم سمات ديال هذا السياق هي كاينه واحد الازمه اللي وطنيه، وكاينه التقلبات الدوليه وعندها انعكاسات. وبطبيعه الحال حنا كنعرفوا ان لا خرجنا من الكوفيد، باقي التداعيات ديالو مازال ما بديناش كنتشافوا من الكوفيد، كتجي الحرب الروسيه الاوكرانيه وكترخب الظلال ديالها على جميع الشعوب. انا تنقول الشعوب، ولكن الشعوب الاكثر كما تنقولوا نموا هي اللي غادي تكون مقاصه اكثر في هذه المساله ديال الطاقه. وكنشوفوا اليوم هذا الاصطدام كما تنقولوا، هذه المنافسه الشرسه باش توضع اليد على هذا المورد. وبالتالي حنا تنعتبروا هذا الشيء، كنتوقعوا في حزب التقدم الاشتراكي بانه مازال يزيد، يقدر يزيد تعمق هذه الازمه. ماغاديش نكونوا متشائمين، ولكن حنا كنعرفوا مقبلين على فصل الشتاء، ومازال غادي تزيد الامور ديال هذه العقوبات على روسيا. وحنا كنشوفوا دابا المانيا في كيفاش كتقلب كل دوله. وحنا غادي نجيو للسؤال ديالك اللي هو صريح، المساله ديال السؤال ديال الاسامي وارتباطه بالامن الطاقي ديال بلادنا وبالسياده الطاقيه ديال بلادنا. حنا هذا السؤال ديال السياده كنربطوه ديال الامن الطاقي، كتدخل في اطار السؤال الكبير اللي كيطرح علينا نفسه اليوم، واللي خصنا مراجعه ديال السياسات واصلاحات هيكليه، هي المساله ديال السياده الاقتصاديه. لان كاين دابا عرات الكوفيد، عرات هذه الازمه بانه المسائل الحيويه خاص يكون عندك الاكتفاء الذاتي، وخاص تكون عندك الاستقلاليه، وما تبقاش تعتمد على السوق العالميه. المساله الغداء، المساله ديال الصحه، والمساله اليوم ديال الطاقه. بخصوص لسامير، حنا الحزب التقدم الشرقي مواقفه واضحه، يدعو الى اعاده تاميم، حنا ماشي غير تعاود تشغل شي حاجه، ولكن اعاده تاميم الشركه ديال لسامير. التوجه العام اليوم في ظل هذه الازمه، الدول اللي هي اكثر تنقولوا حنايا الراسماليه المتغوله المتوحشه، اليوم كتوجه كدير تدابير بالضبط باش تحمي القدره، ولكن كتوجه نحو تاميم قطاعات حيويه، تاميم ديالها او ضخ اعتمادات ماليه مهمه حتى تبقى باش تقدم الخدمه للمواطنات والمواطنين ديالها. للاسف حنا الحكومه ديالنا اليوم كنلقاوها بان هذا كاين واحد التردد، الا ما بغيتش نقول بان كاين كتهرب الى الامام من هذه المساله ديال هذا، في حين حنا كنعرفوا اليوم الدور ديال التكرير اليوم في الاقتصاديات ديال الدول. وغادي نزيد ندقق معك اكثر بالارقام، هادشي ماشي هذا اليوم الملاحظ. المغاربه كاملين كيشوفوا بانه الثمن ديال الخام نزل، ولكن ما نزلش في المحطات ديال البنزين. وبالتالي هذه المساله اللي غتخبى من موراها للاسف الحكومه، هي المساله ديال بانه ترفع الهامش ديال التكرير. لانه كننتقلوا في الظروف اللي كانت قبل من هذه الازمه، كان التكرير تيكلف، كانت التكلفه ديال التكرير كتكلف بين 0.3 حتى 0.60، اليوم وصلت ل 3 ديال الدراهم. وبالتالي حنا كنعتبروا بان الدوله خصها تدخل باش كما تنقولوا حنايا التامم، تكون تاميم ديال لسامير. وهذه المساله ديال لسامير كتوفر لك كما كنقولوا على الاقل هذيك 3 دراهم، كتشوف ديك الساعه الدوله اش دير بها، واش تخفضها للمواطن مباشره او توجهها كما تنقولوا حنا في مساله كتوفر الامكانيه ديال التخزين. حنا كنعرفوا مشكل حتى توفر لك المساله ديال النقل ديال المواد، ويمكن لا تقلق قيمه مضافه نظرا للموقع الجيو سياسي ديال المغرب. حنا دابا اليوم كنمشيو عند اسبانيا غير منتجه للبترول، غير منتجه للغاز، ولكن هي كتبيعوا للمغرب، هي اللي كتبيعوا للمغرب. علاش؟ حنا المغرب كيمكن له في الفضاء ديالو كيمكن له يامن نوعا ما ويخفض من هذه التكلفه، وهذا وبطبيعه الحال يكون فاعل اساسي في هذا المجال. ولكن بالنسبه لنا ايضا، حنا المساله ما يمكنناش نفصلوها، المساله ديال لسامير ما نفصلوهاش على المساله اللي اساسيه، هي ديال الحكمه، وهي دوله الاقتصاد، دوله الحق والقانون في المجال الاقتصادي. ملي كنقول المجال الاقتصادي هي المنافسه الشريفه، وهذه ما يمكنناش نعزلو. وحنا كنعرفوا الوضعيه ديال الفساد، الوضعيه ديال الريع، الوضعيه ديال الاحتكار، والمثال الصارخ هو هذه المساله ديال المحروقات. وشفنا كيفاش مجلس المنافسه لا السابق ولا الحالي كيفاش يعتبر بانها كانت ارباح غير مسبوقه اللي حققتها الشركات ديال المحروقات، ماشي غير مسبوقه، فاحشه وغير اخلاقيه. وبالتالي اليوم راه سابقا كانوا كيتحدوا على 10% على الارباح يديوها، واليوم المجلس المنافسه اليوم كيتحدث على بانه ضرائب استثنائيه اللي ارباح هي قياسيه. لان لاحظوا بانه التقرير المؤخر ديال مجلس المنافسه
ما مشاش قبل من 2018، هو خصو يجي من اللي وقع التحرير ديال 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 الاسعار، ولكن نركز على الفتره. وهذا مزيان لان رغم الملاحظات اللي عندنا على هذا على هذا الراي وعلى هذا التقرير، بانه ركز على الفتره ديال الكوفيد، والكوفيد ما نزلش عندنا الثمن، وبالتالي وهذه الارباح اللي كانت شحال هذه كنهضروا على 17 مليار، اليوم راه كتجاوز 47 مليار، وبالتالي هذا كيطرح مساله ديال حنا كنهضروا بانه تكون الشركه ومع تحديد الاسعار كما تنقولوا السقف ديال والسقف ديال الارباح، وربما لما لا بان نرجعوها من المواد الاساسيه اللي ما خصهاش تخضع هاد الطاقه، لان الحياه اليوميه ديال المباشرين عندها ارتباط ماشي غير كي قلتي غير اخلاقيه غير من هذا الجانب ديال الارباح، ولكن حتى مازال بان تتهدد الاقتصاد الوطني، كاين تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني، لان كاين المواطنين عندهم مباشره، ولكن الفاعل الاقتصادي وحنا كنشوفوا اليوم الفلاحه اللي خارجين بالجرارات ديالهم وكيديروا مسيرات احتجاجيه. هذاك ما كنفصلوش على هذه المساله ديال الحكمه والمساله ديال دولة الحق والقانون في مجال الاقتصاد. عندنا تصور متكامل ملي كنتناولوا هذه المسألة ديال السياسة الطاقية، وملي كنهضروا على المسألة ديال السيادة، ملي كنهضروا السياسة الطاقية كنهضروا على السيادة الطاقية، والسيادة الطاقية بطبيعة الحال باش نقللوا باش نضمنوا استقلالية أكثر لبلادنا، وتبغي توفر الحاجيات ديالها بلا ما تعتمد على السوق الخارجيه. كيخصنا كاين توجه الان عالمي، كاين واحد الوعي متنامي عند الشعوب وعند الشباب بانه البعد الايكولوجي يكون حاضر، وبالتالي هاد الدول المتعدده انخرطت في هذه المساله ديال الانتقال الطاقي. المغرب كان من الدول اللي انخرطت في هذه المساله، اللي كنقولوا تقريبا جوج العشريات زعما اكثر من 20 عام حنا باش داخلين في هذا الملف. واليوم الا بغينا فعلا نضمنوا يكون عندنا سياسه طاقيه ناجعه وتكون عندنا تنمية مستدامة، وتكون عندنا مسألة ديال الاستقلال اللي كما تنقولوا، وما نعتمدوش أكثر على السوق العالمي اللي حنا كنعرفوا التقلبات ديالو اليوم، خصنا نتوجهوا أكثر. وهم اللي كنقولوا كنتوجهوا أكثر، المغرب خضع خطوات ولكن خص تسريع من 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 من, من الوتيرة، خصنا نجعلوا منها إن أوبورتونيتي. والمغرب يزخر بموارد اللي كنقولوا حنايا الشمس، الطاقة الشمسية ماشي شي حاجة اللي غتنضب، لأن حنا كنهضروا على الأحفورية هي تجاوزات، اليوم كنتكلموا على الغاز وكنتكلموا على البترول، ولكن شحال غيبقى، شحال عنده هذا الاحتياطي كله، واش لا متناهي، ولكن كاين الرياح، كاين المساله اللي يمكن لنا حتى هي يمكن فعلا ان المغرب عنده واجهتين، عنده البحر المتوسط وعنده المحيط اللي كيمكن له حتى هو يوظفوا. وبالتالي كنعتبروا حنا اليوم بان فعلا خصنا حكومه سياسيه قويه، خصنا اراده سياسيه، لان باش تدفع وتجعل من هذه الازمه فرصه لاعاده هيكله كما تنقولوا حنايا، اصلاحات لخوض اصلاحات مهيكله اللي توجه بالمغرب فعلا من هنا. حنا هذا افق اليوم، خصنا الايجاد كما تنقولوا تدابير استعجاليه اجرائيه، ولكن هذا اللي كيتسجل في واحد الافق استراتيجي، لان المغرب كان واضع واحد الاهداف ما وصلهاش للاسف، لان كنا في هذه العشرينيات كنا خصنا نوصلوا لواحد 21 ولا 24 29، اليوم حنا غير في 18%، وهذا تيبقى جد محدود بالهدف اللي كاين. الحزب التقدم الشرقي كيطرح هدف ديال 52% على الاقل تكون عندنا من هنا ل 2030، وهذا بطبيعه الحال اللي كان غادي يجي بدا يبرر في هذا البديل اللي قدموا حزب التقدم الشرقي بانه اللي منخرطه فيه بلادنا، ولكن حنا كنقولوا تسريع الوتيره، اللي نديروا اللي كما تنقولوا بالفرنسيه لي بوشي دوبل، الا كان اللي كنديروا خصنا نضاعفوا المجهودات ديالنا باش نوصلوا لهذا الهدف، وهذا اللي غيمكن له يامن لنا كما تنقولوا نوع من الاستقلال، وما نبقاوش كنديبونديو وما كنبقاوش كنعتمدوا على السوق، ونفس الوقت غادي يكون عنده تاثير مباشر على الميزان ديال الاداءات اللي ما خصناش ننساوها. وهذا كينخرط في اطار حنا في التقدم الاشتراكي كنعتبروها مساله اساسيه، المساله ديال الايكولوجيا، وكيتعتبر بانه هذه المساله ما يمكن لناش نعزلوها على المساله ديال الايكولوجيا، لان هي اللي فيها اليوم كاين الحديث على النمو الاخضر، كاين على وما كنتخيلوش شي 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 شي, شي, شي كما تنقولوا حنا نموذج تنموي الا لان كنعتبروا المساله الايكولوجيه يمكن لنا نعتبروها عنصر اساسي اساسي الا بغينا تحول في انماط الانتاج وفي انماط الاستهلاك. ملي كنقولوا انماط الانتاج هنا مساله النظام الراسمالي اللي كيستهدف الربح والربح الاني على حساب الاستنزاف ديال الطاقات، على حساب الاستنزاف ديال كل الموارد، الا لم نقل نهب هذيك الموارد وعلى حساب الحقوق ديال الاجيال اللي جايه. وبالتالي كنقولوا حنا الا كانت هذه المساله هذه راه غادي تمس نمط ديال الاقتصاد ونمط ديال الاستهلاك. نمط الاقتصاد راه هضرنا قلت المساله ديال النظام الراسمالي، ولكن في نمط ديال الاستهلاك هنا خصنا
خصنا فحتنا واحد التملك جماعي، واحد وعي مجتمعي، عندنا سلوكات مجتمعيه اللي خصها تبنى على اساس بان الاستهلاك، لانه ولا واحد الاستهلاك ولات واحد الثقافه استهلاكيه كبيره، ونرجعوا للمساله اللي هي حاجيات واحتياجات اللي هي اساسيه. وبالتالي حنا كنعتبروا هذه المساله ديال الايكولوجيا ما يمكنش نفصلوها، والسياسه الطاقيه خصها تاخذ بعين الاعتبار هذه المساله ديال ادماج هذا البعد الايكولوجي، وباثر سبق خص الدوله تعطي القدوه كما تنقولوا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال في هذا المجال. هذا من هي السؤال الاول. والسؤال الثاني راه كانت عناصر ديال الاجابه، ولكن غنزيد ناكد على واحد المساله. حنا كنقولوا وحنا كنهضروا اليوم على السياده الاقتصاديه، السؤال الكبير السياده الاقتصاديه، ومنها فيها الامن الطاقي. ولا كنتكلموا على الامن الطاقي، الا بقينا كي قلتي غادي نجي وكنبقاو غير كنستوردوا، راه غادي تقام علينا بنفس 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 كما تنقولوا حنا. بالعكس كيتزاد دابا، حنا كانت التكلفه كانت راه قلتها قبيله، عطيتك مثال جد معبر، هو المساله ديال الصفر. دزنا من 0.0 عطيتك الاقصى 0.60 نجيبوها الفلاتات ديال الدراهم. تشوف شحال هذا الهامش ديال التكريت شحال وساو. اذا كنفوتوا على بلادنا بانها هي يمكن ليها تقوم بهذه العمليه. كما تنقولوا حلوا في قرموس، كما كنستوردوا البترول مكرر غادي نستوردوا الغاز كما تنقولوا المسار، وربما غيزيدنا تكلفه. التكلفة هي ديال التخزين ديال هاد الغاز، واش عندنا البنيات التحتية، البنيات ديال الاستقبال ديال هاد التخزين، علما بأن المغرب كيعاني اليوم. حنا هما ساد لا سمير كما تنقولوا، وتيتهرب، أنا تنقول كتهرب الحكومة بأن هاد الملف الحارق اللي خصها تجاوب عليه، واللي غيمكن له يساهم ويكون جزء من الحل، اللي حنا كنقولوا التوجه للطاقات المتجددة. هذا هو الأفق الاستراتيجي، وماشي كنخليو أفق خصنا نشتغلوا فيه، كنشتغلوا فيه، ولكن خص التسريع ديال الوتيره ديال 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 الاشتغال فيه. وكناكدوا وكنعاودوا على ضروره الاستقلاليه، زعما شحال ما مكن المغرب بانه هو اللي يكون عنده هذا. وهذا ما عندناش خيارات في ظل ما حنا كنديروا استكشافات، وهذا وهادشي راه كيتجاوز في اطار التزامات المغرب دوليا، وفي اتجاه بطبيعه الحال التنميه المستدامه اللي كنسميوها مستدامه، وحق الاجيال القادمه بانه يتوجه للطاقات المتجدده. هذا في الافق، ولكن هذا ما كيمنعوش بانه ياخذ تدابير استعجاليه، وعلى راسها هي الفتح ديال اعاده اشغال واعاده تاميم، وكنعاود نقول، وبان الدوله يكون عندها قوه ديال التدخل في هذا المجال الطاقي.